بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الحيض الباب العاشر. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الاعتكاف للمستحاضة. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطسط تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. يعني كأن يعني ما ينزل من المستحاضة يشبه يعني ماء العصفر، يعني زي الدم الخفيف أو المختلط بماء يعني. قال ابن البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن أكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. قال حدثنا قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن أكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. طبعا واضح أن الأحاديث الثلاثة يعني حديث واحد، حديث يعني عائشة، ولكن بروايات يعني مختلفة. قول باب اعتكاف المستحاضة أي جوازه. فالمستحاضة يعني صاحبة عذر، يعني زي اللي عنده سلس بول أو انفلات ريح مثلا، فكنت تعتكف يعني في المسجد، فهذا يعني جائز حتى لو كانت يعني تصلي والدم يعني ينزل يعني منها، فأيضا يجوز لها الاعتكاف. قول حدثنا خالد بن عبد الله والطحان الوسطي وشيخه خالد المهران الذي يقال له الحذاء، خالد الحذاء، ومشهور طبعا بخالد الحذاء أكثر من خالد ابن مهران. والحذاء هي نسبة إلى صناعة الأحذية، ولم يكن حذاء ولكن كان يجالس الحذائين فأطلق عليه الحذاء. يقال له خالد الحذاء بالحاء المهملة والذال المعجمة المثقلة، ومدار الحديث المذكور عليه، لأن في الثلاث روايات عن خالد الحذاء ولكن اختلفت الروايات يعني عنه. فالأول عن إسحاق عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء، والثاني قتيبة عن يزيد بن زريع عن خالد الحذاء، والثالث مسدد عن معتمر عن خالد الحذاء. فمدار الحديث على خالد الحذاء المذكور، وأكرمة هو مولى ابن عباس رضي الله عنهما. قول بعض نسائه، قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كانت مستحاضة. قال وظهر أن عائشة أشارت بقولها من نسائه إلى النساء المتعلقات به، وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. قلت: يرد هذا التأويل قول في الرواية الثانية امرأة من أزواجه، فليس المراد من نسائه من أقاربه، ولكن المرأة من أزواجه كما صرح به في الرواية الأخرى، وقد ذكر الحميدي عقب الرواية الأولى: فما أدري كيف غفل عنها ابن الجوزي. وفي الرواية الثالثة: بعض أمهات المؤمنين، أن بعض أمهات المؤمنين، وطبعا أمهات المؤمنين يطلقنا أو يطلق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المستبعد أن تعتكف معه صلى الله عليه وسلم امرأة غير زوجته وإن كانت لها به تعلق. وقد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كنا مستحضات. وبيحاول الحافظ يقف على هذه المرأة يعني من أمهات المؤمنين، فيقول أن حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كنا مستحضات: زينب أم المؤمنين، وحمنة زوج طلحة، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف، وهي المشهورة منهن بذلك، وسيأتي حديثها في ذلك. فكأنه يقول أن الراجح أن هي زينب أم المؤمنين، لأن بنات جحش الثلاثة كنا مستحضات.
يقول وهي المشهورة بذلك وسيأتي حديثها في ذلك. وذكر أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة. وكذا وقع في الموطأ أن زينب بنت جحش استحيضت. وجزم ابن عبد البر بأنه خطأ لأنه ذكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة أختها. وقال شيخنا الإمام البلقيني يحمل على أن زينب بنت جحش استحيضت وقتا بخلاف أختها، أنها كان وقت معين لم يستمر بها الاستحاضة، ولكن يعني أختها اللي هي أم حبيبة يعني بنت جحش يعني استمرت معها الاستحاضة، فإن استحاضتها دامت. قلت وهذا يحمل على ما سأذكره في سورة في حق سودة وأم سلمة، والله أعلم. أن برضو من الأقوال أن هي كانت سودة أو أم سلمة رضي الله عنهما. وقرأت بخط مغلطاي في عد المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسودة بنت زمع، ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين، فلعل هي المذكورة. قلت وهو حديث ذكره أبو داود من هذا الوجه تعليقا. وذكر البيهقي أن ابن خزيمة يقول في نسخة أخرى السهيلي بدل البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولا، قلت لكنه مرسل لأن أبا جعفر تابعي ولم يذكر من حدثه به. فالمرسل هو ما سقط منه ما دون التابعي، تجد التابعي يروي وشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نقل ما سقط منه الصحابي لأن قد يروي التابعي عن تابعي آخر، فاحتمال أن يجود مع الصحابي تابعي أو أكثر يدل على ضعف العلم المرسل. يقول وقرأت في السنن لسعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي قال حدثنا خالد هو الحذاء عن عكرمة، نفس المخرج الحديث الذي معنا الحذاء عن عكرمة، أن امرأة من أزواج النبي، طبعا لم يذكر عائشة رضي الله عنها ولكن عكرمة تابعي، يقول أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتكفة وهي مستحاضة. قال وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة وربما جعلت الطسطة تحتها. والاحتمال الثاني أن تكون أم سلمة رضي الله عنها. قلت وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج، لأنه هو نفس مخرج الحديث خالد الحذاء عن عكرمة. وقد أرسله إسماعيل بن علي وابن إبراهيم عن عكرمة، ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر عائشة فيه، كان في هنا في البخاري. ورجح البخاري الموصول فأخرجه، يعني لم يذكر المرسل ولكن الموصول في ذكر عائشة. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علي هذا الحديث كما أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أم سلمة والله أعلم. فده الاحتمال الثاني. عندنا ثلاث احتمالات، إما زينب بنت جحش لأن الثلاثة من بنات يعني جحش كنا مستحضات، أو سودة رضي الله عنها، والاحتمال الثالث يعني أن تكون يعني أم سلمة، وده راجح طبعا لاتحاد مخرج الحديث. قوله من الدم أي لأجل الدم. قوله وزعم هو معطوف على معنى العنعنة أي حدثني عكرمة بكذا وزعم كذا، وأبعد من زعم أنه معلق. قوله كأن بالهمز وتشديد النون، قول فلان الظاهر أنها تعني المرأة التي ذكرتها قبل. ورأيت على حاشية نسخة صحيحة من أصل أبي ذر ما نصه فلان هي رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإن كان ثابتا فهو قول ثالث في تفسير المبهمة، وعلى ما زعم ابن الجوزي من أن المستحاضة ليست من أزواجه، فقد روي أن زينب بنت أم سلمة استحيضت، يعني هذا قول ثالث يعني أو رابع أن هي أم حبيبة بنت أبي سفيان. يقول على ما زعم ابن الجوزي مع أنه ضعف كلام ابن الجوزي من أن المستحاضة ليست من أزواجه، فقد روي أن زينب بنت أم سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم استحيضت، ممن روى ذلك البيهقي والإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن أبي كثير، لكن الحديث في سنن أبي داود في حكاية زينب عن غيرها وهو أشبه، فإنها كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم صغيرة لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة، وزينب ترضع. وأسماء بنت عميس حكاه الدارقطني من رواية سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عنها. قلت وهو عند أبي داود على التردد هل هو عن أسماء أو فاطمة بنت أبي حبيش،
وهاتان لهما به صلى الله عليه وسلم تعلق، لأن زينب ربيبة وأسماء أخت امرأته ميمونة لأمها، وكذا لحمنة وأم حبيبة به تعلق، وحديثها في سنن أبي داود. فهؤلاء السبع يمكن أن تفسر المبهمة بإحدهن. وأما من استحيض في عهده صلى الله عليه وسلم من الصحابيات غيرهن، فسهلة بنت سهيل ذكره أبو داود أيضا، وأسماء بنت مرثد ذكرها البيهقي وغيره، وبديع بنت غيلان ذكرها ابن مندى، وفاطمة بنت أبي حبيش وقصتها عن عائشة في الصحيحين، وقع في سنن أبي داود عن فاطمة بنت قيس، فظن بعضهم أنها القرشية الفهرية، والصواب أنها بنت أبي حبيش، واسم أبي حبيش قيس. فهؤلاء أربع نسوة أيضا، وقد كملنا عشرا بحذف زينب بنت أبي سلمة. وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد، أنها ليست في حكم الحيض، لأنها المستحاضة تبقى حالة مرضية، هي تتقي الله ما استطاعت وتتوضأ لكل صلاة أو لكل وقت صلاة، وهي أيضا تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، فليست يعني في حكم الحائض. وهذا الدم النازل ليس بدم فساد، يعني ليس فيه يعني ميكروبات، وما فيش فيه يعني ايه يعني اذى بالنسبه للايه لزوجها، فياتيها زوجها. في الحديث جواز مكث المستحاضه في المسجد، وصحه اعتكافها وصلاتها، وجواز حدثها يعني في المسجد، يعني حتى لو نزل منها يعني دم استحاضه، ولكن بشرط ان هي لا تلوث المسجد، كما التي وضعت طست او تتلجم او يعني بحيث ان هي تحترز من تلويث المسجد. وجواز حدثها في المسجد عند امن التلويث، ويلتحق به دائم الحدث ومن به جرح يسيل. الباب الحادي عشر يقول امام البخاري: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم ابن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. حديث مرة ثانية يقول الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم ابن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. وده طبعا ليس تطهيرا، يعني هو إزالة الجرم النجاسة للدم ثم يغسل يعني بعد ذلك أو ينضح. قول باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، في مطابقة الترجمة لحديث الباب، أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره. يقول في الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الماضي الدل على أن ذلك كان على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض، أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر، وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال، يعني بعد أن فتحت الفتوحات أو بعد أن ارتفعت أحوال الصحابة المادية. ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض، وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر، فيوافق حديث أم سلمة، وليس فيه أيضا أنها صلت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره، يعني هي ما تزيل النجاسة بريقها، ولكن هي بتزيل الدم ثم يغسل بعد ذلك. وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص، قال ثم تصلي فيه، فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله. وقوله في حديث الباب قالت بريقية من إطلاق القول على الفعل، وقوله فمصعته بالصد والعين المهملتين المفتوحتين أي حكته وفركته بظفرها، ورواه أبو داود بالقاف، فقصعته بدل الميم بدل فمصعته، والقصع الدلك. وقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث: ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها. فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد
دم يسير يعني عن مثله، والتوجيه الأول أقوى إنه هو الإيه إنه النوع بالريق يعني بتزيل لو كان نقطة يسيرة يعني تزيلها بظفر تزيل هذه النقطة بظفرها وبريقها، ولكن التوجيه الأول أقوى إنه هي بتزيل أثر الدم بظفرها وريقها ثم تغسله يعني بعد ذلك إذا أردت أن تصلي فيه. فإذا يقول طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوة الانقطاع ومن جهة دعوة الاضطراب، فأما الانقطاع فقال أبو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني فهو مقدم على من نفى، لأن المثبت عنده مزيد علم الذي قال يعني سمعت أو بعض الحديث صرح مجاهد بالسماع من عائشة فيقدم على النافي، لأن المثبت عنده مزيد علم والذي يعلم حج الذي لا يعلم. وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن حسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح، وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين، ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبو داود فيه، وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته، والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة والله أعلم. يعني بيحكم بالاضطراب لما يكون يعني الرواية مختلفون ولا يمكن ترجيح رواية على أخرى، ولكن لو في رواية أرجح الذي رواها أرجح من الرواية الأخرى أو له من تابعه فبتبقى الرواية المرجوحة الراجحة هي المعتمدة، والمرجوحة لا تطعن في الإيه لا تؤثر يعني في صحة الراجح. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.